ونستقرئ طبعاً المؤشرات التي تحملها هذه الأرقام وهذا التراجع لنصيب الفرد من الناتج المحلي، وكيف من الممكن أن نستقرئ هذا التراجع في ظل انعكاس الواقع الاقتصادي على طبعاً هذه الأرقام وهذه النسب، وكيف ستحمل إذن الأوضاع الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية واستمرار الأزمة الاقتصادية للمزيد من الانخفاض في نسبة إذن الفرد ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين. إذن وتنضم لنا في هذه اللحظات السيدة أمينة الخصيب مديرة دائرة الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. مساء الخير سيدة أمينة، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. نعم سيدة أمينة، بطبيعة الحال لما نتحدث عن التراجع في نصيب الفرد وهو مقياس كما أشرنا مقياس دولي يعتمد على مدى فعليا الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، اليوم نتحدث عن هذا التراجع سواء كان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وما هي الدلائل التي يحملها هذا التراجع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي؟ بداية خلينا نوضح طبيعة عمل الحسابات القومية. الحسابات القومية بتوفر طبعا صورة حول الأداء الاقتصادي الكلي والمؤشرات الاقتصادية لكافة الأنشطة الاقتصادية، بمعنى بتوضح نسب النمو أو التراجع في أداء الاقتصاد من خلال مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه. طبعا تعتمد بيانات الحسابات القومية في ربطها لكافة المؤشرات الاقتصادية على مجموعة من المصادر، وبشكل أساسي المسوحات الدورية والبيانات اللي بتم الحصول عليها من السجلات الإدارية. طبعا الربع الرابع من العام 2023 اللي صدر بيان صحفي بالأمس حول الحسابات القومية للربع الرابع من العام 2023، هو كان طبعا ربع مختلف واستثنائي من حيث إمكانية رصد المؤشرات الاقتصادية المختلفة وبالأخص في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي تم الاعتماد في تقدير مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة على نموذج اقتصادي تم تغذيته بما توفر لدينا من مؤشرات، في حين أنه البيانات المتعلقة بالضفة الغربية تم الاعتماد فيها على المصادر الرئيسية التي يتم الاعتماد عليها عادة من مسوحات وسجلات إدارية. هلأ النتائج الأساسية اللي صدر فيها البيانات تحت أو الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2023 أظهرت تدهور شامل لمؤشرات الاقتصاد الكلي وبالأخص في قطاع غزة، وطبعا ما رافق ذلك من تداعيات على الضفة الغربية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية كذلك وعلى فلسطين بشكل عام. النتائج الأساسية أشارت بأنه الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين تراجع بنسبة 29% خلال الربع الرابع من العام 2023، نحن نحكي عن شهر 10-11-12 الربع الأخير من العام 2023. التراجع كان 19% في الضفة الغربية وتراجع حاد وهو حوالي 81% في قطاع غزة، هذا بيعني انهيار للمنظومة الاقتصادية وانكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة. نعم. هلا لو نتطرق للتدهور وين أصاب القطاعات أو القطاعات الاقتصادية بالضبط. هلا التدهور أصاب طبعا كافة الأنشطة الاقتصادية بدون استثناء في قطاع غزة. تراجعت كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة بنسبة تتراوح ما بين من 90-96%. طبعا بشمل ذلك النشاط الزراعي، النشاط التجاري، النشاط الصناعي، حتى الأنشطة الخدماتية، حيث أن الأنشطة اللي بتعمل في قطاع غزة في الوضع الحالي هي تتركز فقط على أو بشكل أساسي على تقديم الخدمات الصحية والإغاثية، واللي طبعا كمان لم تسلم كذلك من العدوان الإسرائيلي المستهدف. فلو نحكي عن كنسب كيف كان التراجع في الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، من الأنشطة ممكن نتطرق للأنشطة النشاط الزراعي. نعم. نشاط الزراعة على سبيل المثال تراجع بنسبة 93% في قطاع غزة. الأنشطة الصناعية تراجعت بنسبة 92%. الإنشاءات 96%. حتى نشاط تجارة الجملة والتجزئة تراجع بنسبة 91% في قطاع غزة. فإحنا نحكي عن تدهور وانكماش وانهيار لكل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة. نعم تفضلي. تفضل. نعم، يعني هاي المؤشرات والقطاعات التي أشرت لها اللي تعتبر حيوية نوعا ما في قطاع غزة وكان من الممكن الاعتماد عليها في ظل كان الحصار متواصل لسنوات طويلة، اليوم لما نحكي عن هذه المؤشرات هي تحمل في طياتها أكيد مخاطر اقتصادية كبيرة جدا في حال استمرار العدوان على قطاع غزة، ونهيك عن ما يحدث أيضا في الضفة الغربية.
طبعا هلا بالنسبه للتدهور والتراكم، لا التدهور على القطاع غزه، احنا بنحب نشير الى انه حصه الناتج المحلي الاجمالي لقطاع غزه من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين كانت تتراوح من سنه ال 94 لحد ال 2006، كانت حصه غزه 37%، كان الجي دي بي من لغزه بشكل 37% من اجمالي الناتج المحلي لفلسطين. تراجع بعد الحصار اللي كان في 2006 وما بعد ذلك ليصل الى في العام 2022 الى 17%، فبالتالي بنلاحظ انه في تراجع حاد من 37% حصته ل 17%. حاليا احنا بنحكي على انه حصه قطاع غزه في الناتج المحلي الاجمالي هي لا تتعدى 5%. هذا بيعني انه في تدهور حاد وانكماش حاد لكافه الانشطه الاقتصاديه في قطاع غزه. نتطرق للتداعيات على الضفه الغربيه. العدوان لا يفرق ما بين الضفه وما بين غزه. العدوان هو على كامل الشعب الفلسطيني بكل مقوماته. تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه على الضفه الغربيه كانت كذلك واضحه. كان في تراجع في عجله الاقتصاد نتيجه العدوان الاسرائيلي على شعبنا وسياسه الاغلاقات ما بين المحافظات وتسريح اكثر من 90% من العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل، كلها ادى الى انه يكون في تراجع حاد في عجله الاقتصاد الفلسطيني في الضفه الغربيه، طبعا بالاضافه الى طبعا احتجاز اموال المقاصه وتاثيرها على الانشطه الاقتصاديه. التراجع في قطاع في الضفه الغربيه شمل كافه الانشطه الاقتصاديه وكانت نسبته 19% خلال الربع الرابع لو قارناه مع الربع الثالث من العام 2023. ولمجمل العام كان التراجع في الضفه الغربيه هو 2% خلال مجمل العام 2023 مقارنه مع العام 2022. التراجع كان لاغلب الانشطه الاقتصاديه واللي هي كانت شبيهه، يعني غالبيه الانشطه اللي تراجعت في الضفه كانت هي مشابهه للانشطه اللي تراجعت في قطاع غزه. نحكي مثلا على سبيل المثال الصناعه تراجعت 27% في الضفه الغربيه، الانشاءات تراجعت كذلك 27%، الزراعه تراجعت بحوالي 13%، تجارة الجملة والتجزئة تراجعت بحوالي 18% في الضفة الغربية. فإحنا بنحكي هون عن مجمل العام 2023 كان في تراجع في فلسطين 6%، 2% منه في الضفة الغربية و 23% منه في قطاع غزة لمجمل العام 2023. نعم، يعني بطبيعة الحال كما أشرتي سيدة أمينة كل المؤشرات والانعكاسات سواء كان بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية أثرت على يعني ما ذكرتي وعلى المؤشرات الاقتصادية التي ذكرتيها قبل قليل، ولكن يعني في حال استمرار فعليا هذه الإجراءات الإسرائيلية والعدوان على قطاع غزة واستمرار النهج الإسرائيلي الاحتلالي في الضفة الغربية وفي العاصمة القدس، هذا ينذر أكيد المزيد من الانخفاضات خلال فعليا البيانات المقبلة لنصيب الفرد من الناتج المحلي، وهناك انعكاسات مترتبة اقتصادية على هذا الانخفاض. أكيد طبعا التداعيات ستكون يعني متراكمة بشكل مستمر. هلا بنحكي أنه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع في قطاع غزة بحوالي 82% وتراجع في الضفة الغربية بحوالي 21%، ومجمل الأراضي الفلسطينية تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فيها حوالي الثلث، فبالتالي هذا له تداعيات بشكل كبير. هلا نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بفلسطين تراوح 244 دولار امريكي خلال الربع الرابع، واللي زي ما حكيت هو انخفض بنسبه 31%، وفي قطاع غزه كان الانخفاض بنسبه 82%. هلا كل هاي نحكي انه تدهور متراكم حيكون للاشهر القادمه، واللي هو طبعا حيأثر على مدى صمود وقدره سواء النشاط الاقتصادي الاقتصاد بشكل عام المواطنين مدى صمودهم على وتحملهم للانهيار اللي اصاب كافه الانشطه الاقتصاديه. هلا بحب اشير كمان لانه الربع الرابع تاريخيا كان له حصه مهمه في الناتج المحلي الاجمالي. ليه؟ لانه كان في موسميه للنشاط الزراعي، يعني عاده كان مساهمه الربع الرابع في قطاع غزه حوالي 25%، يعني كل ارباع العام حصة الربع الرابع هي حوالي الربع أو 25% منها، وبالأخص فيما يخص نشاط الزراعة اللي حاليا زي ما أشرت لأنه أصبحت نسبة مساهمة الربع الرابع هي 6% فقط من إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة، فبالتالي في تراجع بشكل كبير، وحتى للنشاط الزراعي اللي هو كان يشكل شريان وعصب أساسي للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وبالأخص في الربع الرابع. عادة كان ينمو النشاط الزراعي في الربع الرابع في قطاع غزة بنسبة 30% عن الربع الثالث، حاليا يتراجع بنسبة 93%، فإحنا بنحكي عن نشاط زراعي اللي هو شبه معدوم.
شبه معدوم، وهو يعني شريان أساسي لتوفير مقومات الصمود للمواطن الغزي في قطاع غزة. نعم سيدة أمينة، بطبيعة الحال كمان في ظل هذا الأرقام وهذه الإحصائيات والمؤشرات وتراجع أيضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي، هذا ينذر بالمزيد من معدلات الفقر والبطالة في صفوف المواطنين وفي صفوف الأفراد في فلسطين في ظل هذا الانكماش في قطاع غزة، بل وانعدام وإن صح التعبير في قطاع غزة، وتراجع أيضا كبير في الضفة الغربية. صحيح، يعني التراجع الاقتصادي والتراجع في المقومات الأساسية للحياة أكيد حيأثر بشكل أساسي على ارتفاع حاد لمعدلات الفقر ومعدلات الأمن الغذائي كذلك، كل هذا سوف يهدد الأمن الغذائي سواء في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية، فهو عدوان على كامل مقومات الشعب الفلسطيني بشكل أساسي. لما نتحدث عن قطاعات عديدة كما أشرت لها هي كان فيها تراجع حاد سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ناهيك فعليا عن انهيار منظومة اقتصادية كاملة في قطاع غزة، وفي ظل الحديث عن هذه المؤشرات اللي تعتبر كدخل الفرد هي مؤشر دولي يتم اعتماده، كيف من الممكن أن يكون فعليا أي تدخلات من أجل إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني في ظل هذا التراجع لنصيب الفرد من الناتج المحلي، ونتحدث عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه فعلياً لاستمرار الحالة الاقتصادية في فلسطين؟ طبعاً الأسباب والتداعيات اللي أدت إلى انهيار المنظومة الاقتصادية وإلى التراجع الحاد في الناتج المحلي الإجمالي هي واضحة، وبشكل أساسي هو العدوان الإسرائيلي بشكل أساسي على سواء على في حربه على قطاع غزة وكذلك في تداعيات كذلك على الضفة الغربية، ولكن هنالك العديد من الأسباب اللي أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن الاحتلال الإسرائيلي بقطع أموال المقاصة، ناهيك عن التراجع في المساعدات الخارجية واللي هي أصبحت بالحد الأدنى منخفضة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الإغلاقات المتكررة ما بين المحافظات المختلفة وال تراجع أو تسريح أكثر من كما ذكرت أكثر من 90% من عاملين فلسطينيين في الداخل المحتل. كل ذلك بحاجة إلى تدخلات اقتصادية، تدخلات حكومية لرصد أهم مواطن أو الفجوات الموجودة في الاقتصاد وأهم الأنشطة الاقتصادية التي تراجعت ومدى قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل هذه الفجوات في المستقبل وتحمل هذه التداعيات وقدرته كذلك على التعافي مستقبلا. يعني احنا من خلال رصدنا لمؤشرات الناتج المحلي الاجمالي خلال فترات مختلفه هناك العديد من العوامل اللي ادت الى تعافي الاقتصاد وعودته تدريجيا الى العمل، ومنها بشكل اساسي اللي هو المساعدات الخارجيه الانشطه الاقتصاديه المختلفه واللي بتحرك عجله الاقتصاد، كلها بتؤدي الى انه لابد من وجود تدخلات حكوميه. نحن نضع يعني الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني يضع ما بين المحللين والمتخذي القرار البيانات، وبالتالي يعني نضع بين ايديهم البيانات ونترك لهم عمل التدخلات الممكنه. نعم، وأعتقد أنه الحاجة مليحة جدا لتدخلات وخطط فعليا سواء طوارئ أو خطط استراتيجية موضوعة للأمد البعيد، لأنه هناك كما أشرتي استمرارية فعليا لانهيار عجلة الاقتصاد الفلسطيني في ظل كل المؤشرات التي ذكرتي لها. لما نتحدث فعليا عن رزمة القطاعات التي شهدت هذا التراجع وهذا الانكماش الحاد في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وسنسلط الضوء تحديدا سيدة أمينة على قطاع غزة، لما نتحدث اليوم عن هذا الانكماش وهذا الانهيار في هذه القطاعات، وهذا ممكن حتى وانتهت الحرب يعني بين ليلة وضحاها، ولكن بطبيعة الحال لن تعود هذه القطاعات إلى عملها بصورة سريعة جدا، وهذا سيؤدي إلى استمرار حجم التراجع والانكماش في نصيب الفرد من الناتج المحلي. أكيد طبعا الحديث كذلك عن العلاقة، هناك علاقة مباشرة ما بين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي كذلك وترابطه كذلك مع معدلات البطاله، نلاحظ ان في معدلات بطاله مرتفعه سواء في الاراضي الفلسطينيه او في الاراضي الفلسطينيه بشكل عام وفي الضفه في قطاع غزه، طبعا هو توقف للعاملين في قطاع غزه. مدى ترافق التراجع او الزياد الحاد في معدلات البطاله في الاراضي الفلسطينيه يرتبط ارتباط مباشر كذلك بالانكماش في الناتج المحلي الاجمالي والانكماش في عجله الاقتصاد بشكل عام.
لو نحكي مثلا على سبيل المثال الضفة الغربية كانت معدلات البطالة فيها في العام 2022 15%، الآن نتحدث عن 33% هي معدلات البطالة في الضفة الغربية، فهي ارتفاع كبير جدا في معدلات البطالة. على سبيل المثال قطاع غزة في العام 2022 كان يشهد معدلات بطالة عالية، كانت من الأعلى من أعلى معدلات البطالة واللي هي كانت 45%، الآن نتحدث عن 82% معدلات البطالة في قطاع غزة. كل ذلك له انعكاسات وله أثر على كافة الأنشطة الاقتصادية. يعني احنا بيانات الحسابات القومية تعتمد بشكل أساسي في تقديرها على المؤشرات المتعلقة بعدد العاملين ومعدلات البطالة، يعني بمعنى كل الأنشطة الاقتصادية نحن نرصد النمو أو التراجع في الأنشطة الاقتصادية من خلال مجموعة من المؤشرات، ومن أهمها هو عدد العاملين في هذه الأنشطة الاقتصادية. بمعنى الزراعة أي نمو أو تراجع فيها هو مرتبط بنمو أو تراجع بعدد العاملين في هذا النشاط. أنشطة أخرى تعتمد على السجلات الإدارية، على سبيل المثال الأنشطة التعليم والصحة بالإضافة إلى الأنشطة الخاصة بالمعلومات والاتصالات، كلها هذه تعتمد على بيانات يتم الحصول عليها من السجلات الإدارية سواء من الحكومة أو من شركات الاتصالات المختلفة. فبالتالي كل هذه المؤشرات هي بتوفر لنا أداة وقاعدة لتقدير المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني. نعم، أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات السيدة أمينة الخصيم، مديرة دائرة الحسابات القومية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. شكرا. شكرا لك.